السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة في هذا النهار. يا ربي نشارك معكم واحد الفيديو اليوم خطير يعجبكم كاملين، بواحد الرائحة زكية تخلي الطيور ديالكم دائما معطرين بواحد الرائحة زوينة بزاف. هانتوما شوفوا معايا هذا الشجر، هذا معتوش كتعرفوه هنايا في ايطاليا، سميتو لي بينيي، وتيديروا هاد الكواري هادو. ها هما غنوريهم لكم كيف ما غتشوفوا معايا، هكا تيكونوا قاصحات واحد شوية. هانتوما شتو هادو هما اللي تيكونوا فيه، ولا يبسو تيتحلو تيوليو بحال ما عرفتش نقول لكم، تيتحلو هادوك الجناب ديالهم اللي مشرطين كاع تيتحلو تتولي مفتوحه. المهم ما عندي حتى شي وحده مديره يابسه دابا، كاع هادو خضرين هكا كيف ما تشوفوا معايا هكا. المهم حاولوا تهزوهم هكا خضرين. غنشد واحد الوحده دابا غادي نحك راه فيهم واحد الرائحه سبحان الله بحال شي عود ولا مسك ولا شي حاجه. المهم ها هما غادي نديهم دابا للدار، ترى الرائحه ملي حكيتها واعره. ونتلاقى معاكم هنا. شوفوا معايا هانتوما، هذا سميتو ديال البينو، سميتو البينو هنايا، ما عرفتش شنو سميتو بالعربيه. هانتوما شفتو هكا بغيت اكسد. هانتوما راه بديت هنايا كنقي ودخلت، تتشدوه وتديروا ليه هكا. ها شفتو من الداخل ديالو كيداير بحال الشكل ديال لافوكا، العظم ديالها دغيا تيتاكسد، تديروا ليه هكا تيكون خضر وشويه تيولي بحال هذا احمر. شفتو اللون ديالو هنايا، هنايا هكا شفتو هو خضر. هذا يلا هدرتو وهذا درتو واحد شويه دابا، وانا ندخل مع هادي الغدا و تنوجد تما ورجعت. شفتو كيداير، غادي نحاول نبقى ندير ليها بحال هكا، عاديروه ملي يكون شويه طري الله تجيبوه. انا كنت درتو البارح، جبتو البارح ولكن اليوم عاد بديت كندير فيه، ولكن كيلصق لكم واحد بحال داك الشمخ ولا العلك ديال الشجار، ما عرفتش شنو كيقولوا ليه، كيلصق في اليدين. ملي يلصق لكم ماشي مشكل، تمشيو تغسلوا يديكم ما تقلقوش، زعما ماشي شي حاجه. غادي ندير ها انتما، هذه راه وحده، هذه اللي درت هنايا راه وحده، وهذه دابا ها هي وحده اخرى تندير بها. غادي ندير واحد 6 ولا 7 كاع الماكسيموم، غاديش نديرو كامل، هما اللي غادي نديرها. نحاول هكا، ما بغيتش نديرو في ميكسر، خفتو ليه يهرسوا ليا داك الشيء، علاش قلت اللهم نضرب معاهم. غندير على واحد 6 ولا 7 صافي، غادي نكملهم وغادي نوري لكم اش غندير معاهم عاوتاني. وانا كندير دابا كنشر هنايا باش يتشمشوا ليا، باركه في الشميشه. قال لي جاكمو ما تيبانش في هاد القصريه مع قهويه، قال لي ما تيبانش ليا الصور مزيان. ها بغيت نوري لكم هنا، هادو الاولين ها هما شفتو، هادي الاخرى، ولكن من الاحسن ديروهم يكونوا خضرين. ها انتم بحال هادي دابا هي درتها خضره، دغيا تتقطع ليا. ها شفتو دغيا تنغلب عليها، تن ندير لها هكا بالموس وتيمشيو هادوك هكا. شفتو ماشي بحال ملي كتكون قاصحه تجيكم شويه صعيبه. صافي غادي، المهم نتوما حاولوا كي تقطعوهم من الشجره تجيبوهم كي ديروهم، انا خليتهم البارح واليوم عاد ساليت ليهم. غنهز هذاك الشيء البليط وندير نحاول نهز اللي بانوا ليا خضرات وغنستعمل هكا. عرفتوا واحد الرائحه خارجه منه زوينه، الريحه بزاف ماشي غير شويه، بحال شي ريحه العود ولا شي حاجه، ريحه زوينه بزاف. ما غنكملوا دابا، غادي نوري لكم واش نكثر، غندير غير شويه. هانتوما كملت هاد الشيء، ها هو درت هاد 6 ها هو الشيء اللي قديت، وغندير لهم هكا هنا. غادي ندوز دابا للبالكون، هادو غنخليهم هنا حتى المره اخرى. هاد الشيء كيلوح كيعطي بزاف، غنجيب هكا هاد معطرشه وغادي نديرها حتى هي هنايا. هادي حتى هي لان فيها الريحه زوينه هكا. غنجيب واحد شويه ديال الخزامه، غنمشيو لهيها ونجيبو الخزامه. الخزامه ها هي، ها غنهز هادو اللي يابسين ها هما شفتو هكا، ديجا يابسه هنايا. هانتوما ها الخزامه تاهي، غنجيبها ونديرها تاهي هنايا هكا. ها نخليها تاهي بين ما يبس ليا كاع هادشي هكا هنايا، نخلي هاد الشيء حتى يبسو وغادي نوري لكم اش غندير عاوتاني. خليهم دابا في الشميشه هنا صافي، من بعد ما يبسو ليا هادو ها نتوما ما يبسوش تماما. المهم الخزامه راه هي يابسه، ولكن هذا باقي ما يبش ليا بزاف، وعندي هنا اليازير يابس ها هو كيف ما تشوفوا معايا هكا. شفتو غادي نشدو كاع، غادي نحتو، غادي نحيد ليه هادو. عندي هنايا ورقه غار ولا شي ناموسه حتى هي يابسه، عندي وريقات ديال الليمون ديال الشجره ديال الليمون يابسين، وعندي هادو ديال البرتقال حتى هما يابسين.
هكا باش غادي تنسمو. هادو ديال سميتو ديال معطرشه، هادو واخا يكونوا خضرين تستعملوهم، هادو انا غير الواو واحد شويه، ولكن واخا يلاه تقطعوهم وتجيبوهم غنوري لكم كيفاش غديروا ليهم حتى هما. صافي وغادي نحاول. وهنايا عندي واحد شويه ديال القرنفل، ها هو، وعندي هنايا العود، العود ها هو غنديرو من بعد. الا ما عندكمش العود غيكون عندكم الند، هكا الند بحال هذا ممكن تستعملوه حتى هو، اختاروا شي ند يكون زوين فيه الريحه الا بغيتو. انا هذا بصراحه تيدوخني، ما عنديش معاه، ما غاديش نديرو، بغيت انا نوريه لكم نتوما. المهم غنحطت هذا، وجدت هنايا المويكينه، وغادي نبدا دابا نطحن فيها. غنهز هاد الشيء هذا هكا، نوضع هنا، نهز من هاد الليمون وهاد الوريقات كاع كاملين، هاد الشيء اليابس، هاد اليازير حتى هو غادي نحطو هكا، وغادي نهز ونوضعو حتى هو في هاد المولينيكس هنا. صافي تندير عليهم هكا واحد معلقه صغيره ديال القرنفل، حتى هي هنايا القرنفل زوين كيعطي رائحه زكيه زوينه. وغادي نحاول دابا نطحن كلشي هادشي. صافي هنا بعد ما تطحن ليا كلشي، تنجيب شي حاجه فاش غادي ندير هكا، وغنجيب الشبكه صفايه، غادي نحاول نصفي هادشي، نحاول نخلي غير داك الشيء رقيق، وهداك الشيء الغليظ اللي بقى ليا هنايا غنرجعو هكا. وغادي ندير معاه دابا هاد الوريقات، هادو الوريقات تنرجعو للمولينيكس، وتندير معاه هاد الوريقات هكا باش ينسمو ليا، يعطيو النكهه. اللي ما عندهاش هادو دير النعناع، اللي ما عندهاش ما دير والو، غتنيل هادشي تدير الماء. هادو انايا عندي دابا متوفرين، درت ليهم هكا. صافي دابا غنسد عاوتاني على كلشي، غادي نطحن. هانتوما شوفو معايا كلشي تطحن، كلشي ولا نيل، دابا مغاديش يحتاج نغربلو، غندير كلشي هنايا هاكا فوالا. شتو كتصلح. صافي هنا من بعد ما درت كلشي هاكا، ودابا تنزيد عليهم العود، حطيت هنا فهاد البواطا العود هاهو، كنديرو قبل ما ندير العود عرفتوا واحد الرائحه خارجه منهم رائعه زوينه بزاف، ماشي غير شويه. صافي وتديروا اللي بغا دير ما ورد باش تخلط ديرو، اللي بغا دير غير الماء عادي بحالي انا، انا غدا الماء ديال السقيان ديال البالكون ها هو. غادي نحاول نخلط، ما تكثروش الماء باش ما تجريوش، خلطوا وانتم كتشوفوا هكا. صافي بارك عليك، عرفتوا واحد الرائحه خارجه باش هديتكم، خارجه واحد الرائحه واعره. صافي تيبقى مفرشش هادشي لان ما كاين حتى حاجه اللي غادي تجمعو بهذا الشكل هذا. المهم غندخل هادشي كلشي مع بعضياته. صافي هنا من بعد ما درتو فهاد، ها نتوما تيكون مفرشش ها ناشف، شتو بحال بلبوله ولا شي حاجه زي سميده ولا هكا. غنشد واحد الكميه غنشفها وغنخليها بحال هكا، غنخليها تنشف ليا هاد الشكل هذا هكا، هادي غنخليه حتى تينشف ليا هكا. هاد الكميه اللي تتبقى لكم تتجيبوا اي دقيق ديال النشا ديال الفورص ديال القمح اللي عندكم متوفر اللي كاين جيبوا. انا غندير هذا ديال الشعير ها هو، نتوما ما تهتموش غديروا اللي بغيتوا ماشي مشكل. صافي وغنزيدوا دابا واحد شويه ديال الماء هكا، وغادي نحاول دابا نجمع كلشي مع بعضياتهم. هذاك الدقيق غادي يحاول يجمعوا لي شويه، نزيد ليه الماء هذا، غنخليه يكون فرشش حتى تينشف تيبس هو هذا، ها باش نبدل ليه الفورمه. بغيتو تخليوه نتوما كاع بحال هذاك ممكن تخليوه، الا بغيتو ديرو بحالي ممكن تديرو. غنصغرهم غير صغيورين هكا، تقادو ليهم الفورمه مزيان، تحاولوا تمنقروهم من هنايا، والجهه الاخرى حتى هي تتمنقروها بهذا الشكل هذا هكا. تجيبوهم هنايا وتقسموهم بجوج هكا، تتقادوهم من التحت هكا،
تنحط هنايا شفتوا، تنحاول هذا ساهو كنقادو تولي بحال شي قالب ديال السكر هكا شوف صافي. دابا غادي نستمر هكا حتى غادي نكملهم هنا. بعد ما كملتهم ها انتم شوفوا درتهم بحال قوي البيت ديال الند، ها انتم كيتباعوا بحال هكا، ولكن هادو راهم بشكل عشوائي شفتوا ماشي بيرفكتين. غنخليهم دابا حتى تيبسوا، هذا حتى هو غنخليه هكا حتى تيبس. المهم كلشي هادشي غادي ينشف ليا مزيان، ها انتم شفتوا كيبان بحال مفرشش بحال العود وصافي. وهذا حتى هو هكا غادي ينشفوا ليا، وغادي نوري لكم كلشي ان شاء الله. هنا كملت العود، العود الطبيعي اللي بمواد كيف ما شفتوا معايا كلشي داكشي طبيعي زوين. ها هو ها شوفوا معايا من بعد ما يبسوا هنايا، شوفوا ها تيوليو يابسين قاصحين شفتوهم. ها تخليهم حتى تيبسوا مزيان، راه تينشفوا عاد تخليهم تيبسوا بوحديتهم مع داكشي فيهم خفيف دغيا تينشف. وهذا داك الاخر اللي بقى ليا اللي خليته مزلع، هذا غادي نستعمله بحال الشكل ديال العود. جبت غير واحد القريعه هكا ديال الدجاج، وعرفتوا واحد الرائحه والله ما نكذب عليكم، ما كنت درت الثومه هاد الايام وداك المولينيكس فاش غسلت فاش طحنت الثومه غسلته وانا خليه محلول في الكوزينه، بقى محلول تما حاطاه ولا كيطلق لي الريحه. عرفتي فين ما كنت خارجه ودخلت للدار تنشم الريحه ديال الثومه، وانا ندير واحد الواحد من هادو شعلت هاد القويلبات هادو، عرفتوا راه الرائحه ما نعاودش لكم. نتمنى انكم تجربوهم. ها انتم ها يولي عندكم دابا العود هنايا في الدار، الريحه ديال القرنفل وكلشي. الله عرفتوا اللي شمو والله يسيقول لكم هذا ديال مكه، عرفتوا فيه واحد الرائحه لا زوينه. المهم غادي نحاول كلشي هادشي نهبطو هنايا هكا ونسد عليه، ما تخليوش يبقى محلول باش ما يفقدش لكم هذيك الرائحه. فيه واحد الرائحه زوينه بزاف ديال هذاك الشجر، الا لقيتوه حاولوا ديروه راه فيه الرائحه زوينه بزاف. دابا صافي غادي نجيب الفاخره وغنشعل معكم هذا كيف ما شعلتها باش تشوفوا الرائحه ديالو كيفاش غادي يعطيكم الرائحه. غادي عاد تشوفوا الدخان هنا. جبت غير الفاخر ها هو بعد ما شعلته، وتنهز دابا هذا تنوضعو هنا. شوفوا 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 ما شاء الله، شوفوا عرفتوا الرائحه والله ما نكذب عليكم. جربوا نتوما اللي غادي تحكموا، ملي غادي تجربوا غتردوا عليا الخبر. وهذا حتى هو تنحطوه هنايا هكا، شوفوا هذه جات عوجه شويه، نديرو حيده تنهزو حيده وتنحطها هنايا، تجيبوا البريكه وتتشعلوها بهذا الشكل ها. شويه تشد فيها العافيه صافي وتنطلقها. ها تي نسيت قبيله داك قصت لي العافيه دغيا هو يشعل. ها انتم شفتوا ها هو شاعل، خليوه هنا راه تيبقى يطلق الدخان غير بوحديتو. وهذا الاخر حتى هو غندير هنا نزيد شويه، عطروا البيوت ديالكم يكون عرفتوا واحد الرائحه في الدار، مابقاش ريحه الثومه ولات بحال ريحه العود. هاد الريحه ديال داك الشجر داك البيني ولات زوينه في الدار. تمنينا الاعجاب ديالكم هاد الفيديو ورجعتكم القناه، والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش لايك وبارطاج. مع السلامه، نهاركم مبروك.